السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. النهاردة عايز أتكلم عن الكالسيوم شانل بلوكرز، وهي يعني كلاس اوف دراجز مهمة جدا في معالجة أمراض الضغط وأمراض القلب. ولكن عايز أوضح الفرق بين السب كلاسيفيكيشن بتاع الكالسيوم شانل بلوكرز. هي الجروب ده من الدراجز بيشتغل على الأرتريز وفي نفس الوقت بيشتغل على القلب، يعني أي دواء يقع تحت الكالسيوم شانل بلوكر بيعمل تأثير على الأرتريز وبيعمل تأثير على القلب. ولكن عندنا دراجز بتعمل تأثير على الأرتريز أكتر بكتير جدا من تأثيرها على القلب، وعندنا دراجز بتعمل تأثير على القلب أكتر بكتير جدا من تأثيرها على الأرتريز. فبالتالي أنا عندي نوعين من الكالسيوم شانل بلوكرز، داي هيدرو باريدينز ونون داي هيدرو باريدينز. دايما الدايهيدروباريدينز بتأند إن ديبين، أملوديبين، كليفديبين، نيكارديبين، فأي حاجة آخرها ديبين فهي غالبا هتكون دايهيدروباريدين كالسيوم شانل بلوكرز. أما الناحية التانية بتكون النون دايهيدروباريدينز، بتكون الفيرافاميل والديل تايازاب. فلو أنا عندي أصلا عندي واحد الضغط بتاعه عالي، فأنا غالبا هشتغل على الأرتريز فهديله حاجة من الدايهيدروباريدينز. وزي ما قلت قبل كده في فيديو سابق، عادة لما بيكون عندي حد أفريقي من أصحاب البشرة السوداء الأفريكان أمريكانز، عادة بعتبر الأدوية دي الدايهيدروباريدينز من الكالسيوم شانل بلوكرز هي الفيرست لاين. يعني أنا لو بدي للإنسان الطبيعي بيتا بلوكرز أو ايس انهبيترز أو اي ار بيز أو وات ايفر، عادة ببدأ مع أصحاب البشرة السوداء في المقام الأول مع الجروب ده من الدراجز، عشان جيناتهم مختلفة عن الناس البيض. أما مثلا لو عندي حد عنده مشكلة في القلب، عنده مثلا ديس أريتميا، عنده مشكلة في ضربات القلب، عنده ضربات القلب مش منتظمة، فأنا غالبا هديله فيرافاميل أو ديلتازم. فلو عندي حاجة بتخص الضغط هدي الدايهيدروباريدين، لو عندي حاجة بتخص القلب مباشرة هدي الفيرافاميل أو الديلتازم. تعالى مثلا ناخد مثال. هنا مثلا عندي دواء في مادتين، في بيرينو دوبريل، بريل اخلها بريل، يعني غالبا بنتكلم في ايس انهبيتر وهو بالفعل ايس انهبيتر، وعندي هنا املوديبين. املوديبين زي ما شفنا قبل كده هو عباره عن داي هيدروباريدين سي سي بي، يعني هو اصلا دواء بيشتغل على الارتريز وبيوسع الشرايين وبيشتغل على الضغط، فده داي هيدروباريدين سي سي بي، بستخدمه في المقام الاول زي ما قلت للناس اصحاب البشره السوداء، ده بيعتبر الفيرست لاين بتاعهم. اما مثلا دواء زي ده ديلتايازم فهو برضه سي سي بي، ولكنه يقع تحت الكلاس الاخر اللي هو النون داي هيدرو باريدين، فهو بيشتغل على القلب مباشره اكتر منه ما بيشتغل على الارتريز. يعني هنا مثلا مكتوب for treatment of certain types of coronary heart disease and hypertension، يعني هو بيشتغل في المقام الاول على القلب في امراض مثلا الديس اريتميا، ضربات قلب مش منتظمه، ممكن في بعض الاحيان يستخدم في الهارت فيلير او ان القلب اصلا في مشكله في البامبنج بتاعه وهكذا، اكتر منه ما بيكون بيشتغل على الارتريز. طيب لو احنا قلنا مثلا دواء زي ده بيشتغل على القلب مباشره وبيقلل ضربات القلب، ده معناها ايه؟ معناها ان انا ما ينفعش اخده مع اي دواء تاني برضه بيقلل ضربات القلب. يعني لو عندي مثلا بيتا بلوكر، كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر، بيروح يشتغل على القلب ان هو يقلل ضربات القلب، اكيد ما ينفعش اخد البيتا بلوكر مع الديلتايزم، لان هما الاثنين ليهم نفس الايفكت، هما الاثنين بيقللوا ضربات القلب. فلو خدت الاثنين مع بعض لا قدر الله العيان ممكن يجيله كارديك ارست، ضربات القلب تقعد تقل لحد ما القلب اصلا ما يدقش كويس خالص، ولا قدر الله ممكن العيان يخش في مشكله كبيره جدا، القلب اصلا ما بيدقش وقد لا قدر الله يتسبب في الوفاه. فلو احنا فهمنا الفارماكولوجي بشكل اعمق بشكل مفصل، ده ان شاء الله هيهون علينا ان احنا نفهم ايضا الدراج دراج انتراكشنز بين الادويه وبعضها.